تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بانت، أنا سامي عرموش. اقتراحاتي هي كالآتي: الخميس المساء مدعوون لحضور عرض مسرحية مع فائق الاحترام في مسرح بيت الكرمة. الجمعة العصر مدعوون للمشاركة في لقاء ثقافي في غاليري بيت الكرمة تحت العنوان الثقافة العربية، الأفكار المسبقة مقابل الواقع، وذلك في إطار شهر الثقافة والكتاب العربي. أما السبت فتدعو رابطة الرسامين والنحاتين في البلاد إلى حضور المعرض السنوي التتويجي لأعمال الفنانين في بيت الفنانين في جادة هتسيونوت 24. لهم مشاهدين، انتهت نشرتنا اليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة ومريحة.